السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شجرة العتاد من الأشجار الجميلة، طبعا تزهر في أواخر مارس وكذلك أبريل، يستمر تزهير تقريبا مدة شهر ونصف. طبعا تتميز بتحملها درجات الحرارة العالية والمنخفضة، تكاثرها طبعا عن طريق البذور، لها زهور لها رائحة جميلة وعطرية عشقها النحل. هذا ولكم خالص تحياتي. هذه ثمار الأتاليا، نص استوى نص ناضجة، هذه بذورها.